حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية والنافذة من أسواق مدينة طولكرم في هذا اليوم ليلة العيد هنا في مدينة طولكرم. كما تشاهدون أجواء من الفرح تعم المدينة بشكل عام، إذا أعداد كبيرة من المواطنين الآن تخرج نحو المدينة ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك. الفرح والأعياد تعم المنطقة كما تشاهدون في هذه الصورة. بالعافية.